والبنك أرسل لي بطاقة جديدة عن طريق شركات الشحن. أول ما سلمني إياها المندوب وصلتني رسالة على الإيميل. للأمانة أنا عميل جديد لهذا البنك، ولا يعني هذه أول تجديد بطاقة، ما أدري عن طريقة تفعيلها كيف، عن طريق مكان الصراف، عن طريق الإيميل، عن طريق رسائل نصية. المهم وصلني هذا الإيميل بنفس الوقت كأنه يطلب مني تفعيل بطاقة. على طول دخلت على الرابط، طلع رابط سرقة يحتاج منك رقم البطاقة واسمك ورقم رقم ثلاث أرقام هذا السري اللي بالخلف، ويتمم عملية شراء بدون كود يوصلك. مجرد ما تدخل هذه البيانات يسحبون المبلغ، والمبلغ اللي يسحبونه أما تقعد أشهر وانت طالب فيه أو إنما يرجع لك والله يعوض عليك. دخلت على حساب البنك على تويتر أبي أكلمهم، لقيت عملاء كثير يشتكون من هذا الشيء، لا وقاعدة تتم سحب مبالغ من حساباتهم وما زالت رسالة فعالة والموقع فعال. وكل البنوك يعني إذا جيت تتمم عملية شراء حتى لو كان عن طريق بطاقة مدى يوصلك كود تأكيد الشراء، هنا ما يوصلك. فحذر.